صباح الخير. النهاردة أنا جاي أكلمكم عن الأكل، الأكل وصحة ولادنا. الأكل أنا بعتبره وسيلة للنمو، وسيلة للتغذية، بيساعدنا، بيدينا طاقة عشان نقدر نتحرك، علشان نقدر نروح شغلنا، عشان الولاد يقدروا يروحوا المدرسة. يعني هو تقريبا بيدينا البنزين علشان العربية تشتغل، فهو ده الأكل وهدفه. طيب الأكل ليه كمان هدف اجتماعي مهم جدا. الأكل بيساعدنا على التواصل مع اللي حوالينا، نقدر نقعد مع بعض على ترابيزة واحدة، فبيحصل تواصل بيننا، بيحصل كلام. الأكل بيساعدنا ان احنا نبين لولادنا قد ايه احنا مهتمين بيهم. لما بنتي ترجع من المدرسة تلاقيني عاملة لها أكل هي بتحبه، هتحس قد ايه مامي مهتمة بيا، بدل ما بديها كوبون للمدرسة تروح تشتري من الريستورنت اللي في المدرسة، لا انا بعمل لها أكل حلو هي بتحبه، فبوريها ان انا مهتمة بيها. الأكل بيساعد، يعني قعدتنا مع بعض على ترابيزة واحدة بيساعد ان احنا توريز healthy children، بيساعد ان الصحة النفسية لولادنا تبقى كويسة، بتخليهم أطفال مبسوطين، happy children. طيب ازاي، ايه الطبق او ايه التقسيم الصح للطبق اللي انا مفروض ابقى عاملاها لولادي؟ التقسيمة الصح أو الـ eat well plate مفروض تبقى كالآتي. احنا بنتكلم على 33% من طبقنا مفروض تبقى vegetables، تبقى خضار وفاكهة. 33% تانية من طبقنا مفروض تبقى carbohydrates، واللي هي النشويات. 15% بروتين، 15% منتجات ألبان بأشكالها، 7% فاتس. والفاتس دي طبعا يا ريت تبقى unsaturated، غير مشبع. الفاتس الكويسه اللي احنا محتاجينها، اذا كانت موجوده في زيت الزيتون، اذا كانت موجوده في الافوكادو، في المكسرات، دي الفاتس الكويسه. اوكي طيب، زي ما قلنا التقسيمه كالاتي. فاحنا هنتكلم مثلا، هناخد عنصر البروتين. البروتين ده بروتين نباتي وبروتين حيواني. بروتين نباتي ما بيقباش كامل لانه ما فيهوش كل الامينو اسيدز اللي احنا محتاجينها، فلازم نحط حاجتين مع بعض. بمعنى لما هاكل مثلا لوبيا كبقوليات هحط جنبها رز، فكده تبقى وجبه متكامله. لما هاكل مثلا عدس هحط جنبه مكرونه كانها كشري مثلا، فبرضه هتبقى وجبه متكامله. يعني لازم اكملهم ببعض. لما هاكل مكسرات مثلا كشكل مثلا بينت باتر او هيزل نت باتر او اي من زبده فول سوداني، زبده بندق، اي حاجه، هحطها على عيش، على توست، فبرضه هتبقى وجبه متكامله. يعني لازم اكملهم، لازم اكمل الامينو اسيدز بتاعتها. انما البروتين الحيواني، فالبروتين الحيواني عندنا كامل فيه 9 امينو اسيدز اللي جسمنا ما بيفرزهمش، فبالتالي انا محتاجاهم. فلما اكله بروتين حيواني زي سمك، لحمه، تركي، اي حاجه، دي متكامله ما فيهاش مشكله خالص. طيب لما اجي اتكلم على الكميات او الطبق الصح المفروض يبقى عامل ازاي، هقول لكم مثلا لما اجيب طبق زي ده غير لما اجيب طبق زي ده. ده طبق كبير وده طبق صغير، مفروض اقدم في طبق صغير او متوسط بمعنى اصح. ده اللي انا كواحده كبيره محتاجاه واللي ابني محتاجه، مش مفروض اكله ابدا في طبق كبير، فبالتالي هو مش هيقدر يكمله، فهيحس ان هو ديبرست ان هو ما كملش اكله، وانا هقعد الومه انت ازاي ما كملتش اكلك. لا، اكليه في طبق، اهتمي بطبق متوسط، طبق كويس يقدر ياكل فيه ويخلصه. فلما ياكل ويخلصه هيبقى مبسوط ان هو خلصه، هيحس ان هو ده شطور، انا شاطر خلصت طبقي. كمان مش مفروض ان انا اكله في طبق كبير زي ده عشان ما عودوش ان هو ياكل كتير. ما هو انا مش عايزه to raise obese child، انا مش عايزه يبقى عندي طفل عنده مشكله سمنه، انا عايزه اكله في طبق معقول. لما اجي اقدم له عصير، انا دايما لازم اقدم له ميه، الميه مهمه جدا جدا جدا. طيب هاجي اقدم له عصير، اقدم له في كوبايه زي دي ولا كوبايه زي دي؟ لو اديته في كوبايه زي دي انا بديله كميه عصير فظيعه، حتى لو عصير فريش، بس الكميه دي هو مش محتاجها. خليني اقدم له في كوبايه زي دي، يعني تخيلوا كده كوبايه زي دي هيخلصها، يحس ان هو اخدها كامله. انما لما اجي احط له في كوبايه كبيره زي دي ملهاش اي معنى. مبدئيا يوم ما حملها له على الاخر يبقى انا حطيت له حاجات هو مش محتاجها. يوم ما احطها له نصها هو مش هيعجبه، هيقول لك انت مش حطها لي، كمليها لي. طب ليه؟ نو بوينت. خليني احطها له في كوبايه معقوله، كوبايه يقدر يشرب منها الكميه المسموحه له اللي هو مش محتاج اكتر منها. اوكي طيب،
نحاول ما ناكلش اكل بروسيس، يعني الاكل المصنع، ما نروحش للاكل المصنع. ليه؟ ايه هو الاكل المصنع ده؟ الاكل المصنع ده تقريبا هو 90% من الحاجات المعلبة في السوبر ماركت هو اكل مصنع. مصنع بمعنى ايه؟ الشركات الاكل بتجيب اي انجريدينت عشان تطبخ بيه، تعمل بيه المنتج اللي هما هيبيعوه، بياخدوا الاكل ده او المكون ده ويبتدوا يشيلوا منها كل القيم الغذائية اللي في الاكل. ليه بيشيلوه؟ علشان المولد اللي هو العفن ما يروحش على الاكل ده ويبوظه. هم عايزين مدة طويلة تقعد على الشلف علشان تتباع اسرع، وعلشان تفضل موجودة، الاكسبايري ديت بتاعتها يبقى واسع. طيب ليه انا لما بجيب خضار فريش ما بيقعدش وقت طويل عندي؟ علشان هو ما تشالش منه القيمة الغذائية بتاعته. انما لما بجيب اكل معلب ليه بيقعد معايا 3 شهور مثلا في المطبخ؟ بقعد شايلاه 3 شهور ما فيهوش اي مشكلة، عصير بقى معلب، كورن فليكس، يعني اللي دماغك تجيبه، اي حاجه مده صلاحيتها طويله لازم تبقي عارفه انها تشال منها القيمه الغذائيه بتاعتها، وابتدى تزود لها بقى اذا كان ملح، اذا كان سكر، اذا كان فليفرز منكهات، كل ده اتزاد لها، زادت عليها علشان تديها طعم حلو، عشان تتباع بسرعه، علشان هما يجوا لهم فلوس اكتر. فبالتالي ده خلتها ان هيلثي تماما، لان هي احنا شلنا خلاص القيمه الغذائيه. بعد كده بيرجعوا لها شويه نيوترينتس، بس النيوترينتس دي القيم الغذائيه بس ما بتبقاش حقيقيه، بيضحكوا علينا بيها، علشان في الاخر الكورن فليكس اللي انا بشتريه يبقى مكتوب عليه فيه ايرن، فيه حديد، فيه كالسيوم. طبعا ده كلام فارغ، في الاخر هي منتج غير صحي بالمره. فخلي ده البروسيسد فود. طيب نحاول as much as we can يوم ما هطبخ اكل لولادي يبقى الاكل نفسه انا عاملاه في البيت، ان شاء الله مكرونه سلقتها وحطيت عليها شويه جبنه، ده بالنسبه لي healthier عن ما اطلب لهم غدا من بره، بيتزا، برجر، ناجتس، وات ايفر ايه من بره. ده احنا كل ده ما احنا بنتكلم برضو في بروسيس، بنتكلم الناس دي عاملينه بره، حاطين معاه محمرينه بزيت عامل ازاي، زيت اتحمر فيه كام مره، فبالتالي افرز حاجه اسمها الترانس فاتس اللي هي بتسد الشرايين وبتعمل مشاكل كتير قوي. خلينا نجو فور اكل بيتي، اكل بيتي بيفرق مع صحه ولادنا فيزيكلي ونفسيا، ده بيفرق قوي قوي قوي. طيب ايه الحاجات اللي انا مفروض ابقى حطاها في المطبخ عندي علشان انا لما براجع من الشغل ما يبقاش عندي حجه ان انا يو انا لسه هنزل السوبر ماركت علشان اشتري حاجات اطبخ بيها، لا خلاص انا هطلب لهم اكل من بره. طيب ايه الحاجات؟ في بيسكس زي ايه؟ زي البصل، زي الثوم، زي الملح، زي الفلفل، التوابل بتاعتنا، زي سكر، زي عسل، دي حاجات اساسيه محطوطه، انا لما بنزل كل شهر السوبر ماركت بتقبل الحاجات دي اساسيه. طيب طيب الحاجات دي لازم تبقى موجودة. ايه تاني؟ ايه من الحاجات المهمة جدا اللي تبقى موجودة؟ طيب انا محضرة لكم مثلا باسكت هنا في حاجات فريش، حاجات فريش بمعنى كوسة فريش، فلفل اصفر، احمر، اخضر، طماطم فريش، جرجير، خس، كل الحاجات دي، دي حاجات مهمة جدا ان انا احطها في التلاجة، في التلاجة بتاعتي تبقى موجودة. انا راجع اي يوم هروح واخد الجرجير ده حطيته على طماطم عملت سلطة، راجع يوم طلعت كيس مكرونة سلقته حطيت خدت الطماطم الحلوة اللي عندي في التلاجة الفريش عملتها بقت صلصة طماطم اتحطت على المكرونة. الصلصة الطماطم اللي بره ما هي preservatives، فيها حاجات منكهات عشان تحسن طعمها، فيها علشان تزود مدة الصلاحية، فبالتالي بيحطوا مواد chemicals عشان تزود انها تقعد شهر وشهرين وثلاثة في برطمان، فأحسن ان احنا ما نروحلهاش نعمل صلصة في البيت. هتلاقوا البلوج بتاعي recipes، recipe لصلصة الطماطم حتى فيها خضار حتى فيها حاجات كتير قوي لطيفة جدا نقدر نحطها في الفريزر نشيلها على طول نستعمل على قد يعني يعني نطلع على قد الاستعمال ما فيهاش مشكله خالص. تدلق فوق المكرونه دي بتنفع كل الامهات اللي بتشتغل وايفن اللي ما بتشتغلش وعندها طفل واثنين وثلاثه، لطيف قوي ان انا يبقى الموضوع عندي سهل. احنا عايزين نسهل على الامهات بس عايزينهم يطبخوا اكل صحي. طيب ايه حاجات كمان لطيفه جدا ومهمه جدا تبقى عندنا؟ طيب انا برضو جهزت لكم صينيه لطيفه قوي فيها حاجات مهمه جدا. قلنا عسل نحل لازم يبقى موجود عندنا، ده انا بحطه في البيكينجز، بحطه بحلي بيها الهوت شوكليت بتاعه ولادي، بحلي بيها اللبن، كل الحاجات دي العسل مهم جدا. طيب
سكر بني، يس. السكر البني زي السكر الابيض فيه نسبه عسل اسود بسيطه جدا، يس. بس بستعمله ساعات، ما احنا بالانس از ذا كي، انا لازم يبقى كل حاجه في مودريشن، فما ينفعش ان انا اقول لا انا هشيل كل حاجه من حياتي، يس هضطر استعمله في ريسيبيز معينه للكوكيز مثلا، هضطر احط فيها سكر بني. فمهم انك يبقى عندك سكر بني في البيت موجود في النمليه، يوم ما تعوزيها تفتحي تستعمليه. طيب القوت، القوت من الحاجات المهمة جدا جدا، نجيب طويل الحبة اللي هو الرولد قوت اللي احنا اتكلمنا عليه. كذا نوع دقيق، بنتكلم على دقيق الذرة لو قدرنا نجيبه، ده بيبقى جلوتين فري كده كده. دقيق البني، دي حاجات مهمة جدا جدا، تقدري تعملي بيها البانيه الناجتس في البيت، كوتينج لطيف قوي مع البقسماط بتبقى لطيفة جدا. طيب مش عايزة تستعملي عسل، عندك ستيفيا، ده سكر دايت لطيف قوي ليكي شخصيا، ما فيهوش سبرتام فهو مش خطر خالص، لطيف جدا. الخضار المجمد، لازم تلاجتك تبقى فيها خضار مجمد، اي بقى خضار مجمد، خرشوف، سبانخ، ملوخيه، بسله، كل الكلام ده كله. جهزتي صلصه المكرونه بتاعتك وصلصه الخضار اللي مليانه خضار اللي هتلاقيها على البلوج بتاعتي، يوم ما هتيجي من الشغل هتروحي مسخنه شويه صلصه طماطم، صلصه طماطم، هتحطي فيه اي حاجه من الخضار المجمد دي، عملتي جنبها رز، حطيتي حاجه في الفرن، عندك وجبه متكامله في نص ساعه. طيب الحاجات المهمه جدا 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 العدس، الليجيومز، اذا كان عدس، اذا كان لوبيا، اذا كان عدس اصفر اسود، اي حاجه من الحاجات دي مهمه جدا تبقى عندنا، بتعمل وجبه متكامله وبديل للحوم ما لما بيتحط معاها اجان رز او عيش او اي من الحاجات ديت، فناخد بالنا ان احنا نعملها وجبه متكامله. طيب الحاجات المهمه جدا من الفاتس المهمه جدا جدا، زيت الزيتون لازم يبقى عندنا، لازم نبقى بنستعمله، بنستعمله فوق السلطة، بنستعمله بنطبخ بيه على حرارة ميديم تو لو، حرارة متوسطة لحرارة واطية خالص، بنوطي عليه النار. بس من الحاجات المهمة اللي احنا نستعملها، ناخد بالنا من الزيوت، ما نروحش نجيب زيوت وحشة، ناخد بالنا زيوت تبقى من الزيوت الكويسة، في ارتكل عندي على البلوج بتاعي انا بتكلم على الزيوت، الزيوت الكويسة والزيوت اللي مش كويسة. طيب ايه تاني هتكلم عليه؟ هتكلم على ال الايموشنال ايتنج، يعني لما بيبقى عندنا اطفال ستريسد او مبسوطين ورابطين احساسهم او مشاعرهم دي بالاكل، الولاد بياكلوا الاكل ده مش عشان هم جعانين، لا علشان هم عايزين ياكلوا، او هم زي ما بقول لكم رابطين احاسيسهم ديت بالاكل، ان هم مثلا انا فرحانه انا عايزه اكل عشان انا فرحانه، انا زعلانه انا ديبرست عايزه اكل عشان انا ديبرست. بتلاقوا لو ركزتوا كده هتلاقوا في ولاد كتير عندنا من ولادنا بتبقى عندهم المشكله ديت. طيب اللي انا عايزه اقوله لكم ان احنا ممكن احنا اللي نربيهم على كده، ودي مشكله كبيره، ان انا لما ابني وقع مثلا اتخبط، فوانا بطبطب عليه بقول له حبيبي ما تعيطش، تعالى اديلك، تعالى خد كوكي طيب وما تعيطش. طب ما انا زرعت جواه ان هو لما يبقى زعلان اول حاجه يعملها ان هو يربط الزعل ده بان هو لما ياكل هينبسط، فانا ربيته على كده من هو صغير. طيب بنتي لما بتجيب هاي جريدز في المدرسه، جايبه نمره كويسه قوي، مكافئتي ليها از ريورد بتبقى يلا بينا نروح البيت نخرج ناكل ايس كريم بار. طب ما انا كده نميت جواها فكره انك لما تيجي تخرجي او لما تيجي تجيبي نمره حلوه الريورد بتاعك انك هتاكلي حاجه حلوه، فبالتالي لما تكبر وتبقى عملت حاجة لطيفة في شغلها ومبسوطة أول حاجة هتربط الكلام ده بموضوع إن أنا هاكل حاجة حلوة ما أنا مبسوطة. لما تبقى زعلانة وديبرست لما تكبر أول حاجة هتعملها إنها يوم ما هتعيط هتجري على المطبخ عشان تاكل حاجة تعملها كومفورتينج، تبسطها تهديها. طيب نعمل إيه في المشكلة ديت؟ أول حاجة هقول نحاول نطلع ولادنا، لما نلاقي ولادنا عندهم المشكلة دي نحاول نطلعهم من البيت قد ما نقدر، ان دي نوديهم تمارين، نشغلهم بحاجات، يعني ما نسيبهمش في البيت قاعدين يركزوا في احاسيسهم ومشاعرهم، لا احنا نخرجهم نشغل وقته. تاني حاجه نقلل وقت التلفزيون قد ما نقدر، ما هما طول الوقت طول ما هما بيتفرجوا على اعلانات الاكل، طول ما هما بيتفرجوا على الحاجات التامتنج اللي احنا مش عايزينهم ياكلوها، طول ما هما هيطلبوها وهيربطوها بان هم الله انا عايزه اجربها الله انا مبسوطه، فاحنا مش عايزين نعمل ده، ولا علشان يروحوا للاكل المش كويس، ولا علشان هم عندهم مشكله ايموشنال ايتينج.
طيب ايه تاني؟ حاول ان انا لما الاقي بنتي ابتدت تتخن ولا ابني ابتدى يتخن او ان هو بياكل كتير علشان عنده مشكله مشاعر وفيها مشكله او رابط الاكل بالمشاعر، ان انا ما اعملوش دايت وما اوروش ان انا بعمله دايت. انا كده بعمله بخليه يروح تاني يعنت ويروح اكتر للاكل. فما اللي هو لا لا انت مش المفروض تاكل دي واشيله من قدامه، لا طب ما اشغله بيها، يبقى بدل ما يبقى الحاجه قدامه اللي هو عايز ياكلها، بدل ما اقوله لا انت معمول لك دايت انت مش المفروض تاكل، ليه؟ طيب اشغلي، تعالي قولي له حبيبي تعالى عايزه اكلمك في حاجه، حبيبي تعالى نطلع الجنينه بره نلعب، تعالى نروح نتمشى. ابعده من قدام الاكل، ده هيساعده اكتر ما خليه يعند ان انت عامل دايت. فهو دايما هيكون حاطط في دماغه ان مامي حرماني من الاكل. ملهاش، مفيش كونسبت ورا الكلام ده يا جماعه، بليز ناخد بالنا، نبقى اذكى شويه مع ولادنا. طيب اخر حاجه ناخد بالنا منها ان احنا ما نحطش بقى سناكس. اذا كان انا كده كده خلاص ابني عنده المشكله ديت والنهارده ما عندناش تمرين وانا ما عنديش الانرجي الفظيعه ان انا اقعد بجري وراه في البيت اشوفه رايح فين، على الاقل الاكل السناكس اللي تبقى موجوده في المطبخ تبقى هيلثي سناكس، ما بقاش حاطه تشوكلتس وشيبسي وبرينجلز ومش عارفه ايه في المطبخ فاللي هو ايده رايحه جايه عليها طول ما هو عنده اي ديبرشن او طول ما هو مبسوط. نو احاول احط اكل ما يبقاش تمتنج بالنسبه له، يوم ما هياكله ويجري ياكله هياكل اكل صحي. المره الجايه هنتكلم على ريسيبيز للاكل الصحي وللسناكس الصحيه وللانش بوكس تبقى عامله ازاي، يعني ريسيبي صحيه. يا رب كلامي يبقى لطيف بالنسبه لكم النهارده. انا شايفه في شويه ناس بتسال عن الهيلثي ايتينج، لو في اي حاجه محتاجين تعرفوها اكتر قولوا لي ونتكلم فيها المره الجايه. ناخد بالنا اجان من الفود ليبلز اللي موجوده على العلب، لان في ناس بتسال عليها الفود ليبلز. طول ما الليبل اللي على الاكل المعلب كتير وفيها حاجات انا مش عارفه افهمها اصلا، ده معناه ان هو مصنع، ده يعني ما هو اتس مان ميد، مصنع ابتدى يتدخل فيه ويشيل كل منه كل القيم الغذائيه ويحط حاجات تانية عشان يبيع اكتر. طول ما الحاجات قليله اللي مكتوبه على الفود ليبل وانا قادره افهمها، ده معناه انها اكل كويس. يعني ايفن ممكن تلاقي ان من الزبادي اللي موجود في السوق في حاجات مصنعه كتير ما هياش صحيه زي ما اجيب الزبادي من لبان، علشان تبقوا فاهمين ان ما هو مش حاطط فيها اي حاجه، الزبادي بتاع اللبان اصح من ان انا اروح اجيب زبادي موجود عليه زبادي جواه زبادي فاكهه ومنكهات ومش عارفه فاكهه معموله ازاي ومتبستر وبلا بلا بلا، شالوا منه كل حاجه. فالحاجات دي بتفرق قوي، ركزوا بليز. احنا بنقدم لولادنا اكتر من قيمه غذائيه في الطبق، احنا بنقدم لهم اهتمام، بنوريهم ان احنا بنحبهم، بنقدم لهم لاف اند كير. دي حاجات مهمة جدا علشان صحة ولادنا النفسية، علشان علاقتنا ببعض، علشان ما يجيليش حد يشتكي لي بعد كده يقول لي انا بنتي ما بتحبنيش، انا بنتي مش بتقعد معايا، انا علاقتي بولادي مش كويسة، احنا حاسين ان احنا مش مرتبطين ببعض. يا جماعة خلينا نقرب لبعض، نقرب لبعض ثرو حاجات حلوة نوريهم ان احنا مهتمين، قدموا لهم حب واهتمام، حب واهتمام بجد، مش بس انا بعمل اكل واحطه لهم وخلاص، اقعدوا معاهم اهتموا بيهم، اتكلموا على اللي حصل لها النهارده في المدرسة، على اللي حصل لك في الشغل احكوا لها، ما تتعامليش معاها انها صغيرة بس ومش هتفهم، اتكلموا معاها، اقعدوا على الترابيزة، استغلوا وقت الاكل على الترابيزة، وده يبقى احسن وقت تقعدوا تتكلموا عن الحاجات اللي فاتت، عن عيلتكم، عن الحاجات اللي جاية، عن نفسكم تعملوا ايه في الويك اند، بلان مع بعض هتعملوا ايه، الحاجات دي بتفرق قوي. Thank you very much، يا رب اكون افدتكم النهاردة. تحياتي ريهام شاكر.